السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي Life of Hackers. كما شاهدتم في العنوان سنريكم اليوم طريقة الحصول على بطاقة ماستر كارد مجانا قابلة لتفعيل الباي بال ونتفليكس. ولكن قبل بداية المقطع نرجو منكم الإعجاب بالفيديو ونشره مع أصدقائكم وكذلك الاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. إذن لننطلق مباشرة حتى لا نضيع الوقت إلى طريقة الحصول على بطاقة الماستر كارد والتي تصلك إلى باب منزلك مجانا. إذن أول شيء وهو الدخول على الرابط الذي وضعناه لكم في صندوق الوصف كما ترون FCLC MasterCard. نضغط على تأكيد أنك لست ببرنامج آلي كما ترون. بعدها ننزل إلى هنا ونضغط على Click here to continue. هذه الطريقة يعني طريقة تجاوز الرابط يعني أريناكم الطريقة عدة مرات في سابق الفيديوهات. إذن كما ترون ننتظر قليلا ثم نضغط على Get Link. إذن ها قد تم نقلنا مباشرة إلى الصفحة المعنية. عندها سنضغط مباشرة على التسجيل كما ترون. ننتظر قليلا. هنا يطلبون التسجيل إما بحسابنا على جوجل أم بحسابنا على الفيسبوك. أنا سأضغط هنا أقوم بوضع الإيميل الخاص بي ثم الاسم ثم سأضع رقم سري. بعدها الأفضل لا تنسوا أن الأفضل أن تضعوا معلوماتكم الشخصية الحقيقية يعني حتى أن تكون معلومات البطاقة الخاصة بكم صحيحة 100% وحتى يمكنكم استعمالها بكل سهولة. إذن بعد عملية التسجيل كما ترون يعطينا هذه الشروط نقوم بقبولها مباشرة. ثم أتوقع أنه سيطلب منا التأكيد من البريد الإلكتروني. إذن كما ترون الآن ننتقل إلى أربع خطوات. هذه أولا يعني هذا لا يهمنا وضع الصور وكذا. إذن نضغط مباشرة إلى وقت لاحق. الآن يطلب منك وضع رقمك رقم هاتفك. نحن نختار البلد الخاص بنا هو الجزائر كما ترون. ثم ضع رقمك منزوع من أول صفر يعني لا داعي لأن تضع الصفر الأول. نضع الرقم كما ترون ولا نقوم بوضع هنا الرسالة أو رسالة تأكيد نعم التي وصلتنا. هذا هو الرقم الذي وصلني. سيتم التأكيد مباشرة. الآن يطالب منا إرسال يعني رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني ونقوم بالتأكيد يعني بتأكيد تسجيل كما ترون. هذه هي الرسالة. نضغط على Confirm. سيتم نقلنا مباشرة إلى الموقع. ننتظر قليلا فقط. إذن ها قد دخلنا إلى هذه الواجهة كما ترون. قد تم التسجيل بنجاح. الآن سنصل إلى الخطوة المهمة والأهم من أجل الحصول على بطاقة الماستر كارد. تابعوا هذه الخطوات جيدا. أول شيء نضغط على هنا صورة الملف الشخصي ثم نضغط إلى كونت. سيتم نقلنا مباشرة إلى هذه الصفحة كما ترون. نحن نضغط على Payment إيفيرسمو كما ترون يعني الدفع ورقة الدفع. ثم تظهر لنا هذه القائمة. عندها سنختار هذه الجهة كما ترون فيرسمو. تابعوا هذه الخطوات جيدا. أي خطأ لن تجدوا يعني لن تصلح لكم طريقة. إذا نضغط هنا أجوتي المود دو فيرسمو. نضغط عليها ننتظر قليلا. كما ترون هنا نختار الجزائر بالتأكيد. هنا كما ترون كارت دي دي بي ماستر كارد بايونير اون يو اس دي يعني بالدولار. بطاقة ماستر كارد بالدولار. نضغط هنا على هذا المكان ونقوم بالضغط على سويب. والآن كل المعلومات التي سنكتبها الآن هنا يجب أن تكون معلوماتنا الشخصية وتكون صحيحة 100% حتى نضمن وصول البطاقة. لأنه إذا وضعت بعض الأكاذيب خاصة إذا كانت واضحة بشكل واضح يعني أتوقع أنه بنسبة 90% سيتم رفض بطاقتك. لأنه في البداية بعدما تقدم الطلب سيتم أولا دراسة الطلب وبعدها سيتم قبوله وإرسال البطاقة إلى باب منزلك. لذلك يستغرق وصولها بعض الوقت حوالي 15 يوم حتى 30 يوم كحد أقصى.
إذن كما ترون هنا نضع الـ يعني الأدرس الخاص بنا يعني بالبوستال كما ترون هنا يعني المنزل يعني الأدرس الذي تسكن فيه، وهنا لافيل وهنا ليتا كما ترون، وهنا تضع الكود بوستال الخاص بالبلدية الخاصة بك. كيف تعرف الكود بوستال؟ هناك الكثير ممن لا يعرف. الأمر سهل جدا، كل ما عليك فعله الذهاب إلى جوجل تكتب كود بوستال ثم تكتب البلدية المعني بها التي تسكن فيها، مثلا أنا مفتاح، ثم تكتب الولاية بليدة، تضغط على أوكي فتأتيك مباشرة هذه الواجهة. كما ترون الكود بوستال هذا هو الذي يظهر هنا، هذا هو الكود بوستال، نقوم بنسخه كما ترون. نعود إلى هنا ونضغط على كولي، هذا هو الكود بوستال الخاص بنا كما ترون. هنا الجزائر، نضغط على سويفو، نضغط على سويفو مرة ثانية فستقوم بنقلنا مباشرة إلى الموقع الخاص ببايونير ماستر كارد لنواصل عملية التسجيل وتأكيد يعني الوصول. إذا كما ترى هنا يطلبك الكود، نضغط على سويفو، يطلب منا يعني التأكيد برقم الهاتف مجددا، هذا هو الرمز 0942، ونضغط على تغميني. ننتظر لحظة قليلة قبل تحويني إلى موقع بايونير. كما ستشاهدون أعزائنا المشاهدين، يعني طريقة صحيحة، وسنريكم سأريكم يعني في الحقيقة أنا سجلت في هذا الموقع سابقا، يعني فجربته حتى أضمن يعني كيف أقولها، يعني حتى أضمن فعالية ومصداقية هذه الطريقة. وبعدما وصلتني يعني هذه البطاقة استغرقت 16 يوم بالتحديد عندما وصلتني وشاهدتها يعني أم بين يدي وتأكدت من أن الطريقة صحيحة، قررت وضعها لكم. لذلك أنا هنا لا أضع كما ترون كما رأيتم، لم أضع معلوماتي الصحيحة 100% لأني لا أحتاج بطاقة أخرى لأنها لدي، فأنا فقط أريكم الطريقة. لذلك عليكم وضع معلوماتكم الحقيقية. إذا هنا الاسم واللقب، مثلا هنا نضغط أسامة، هنا Life of Hackers كما ترون، هذا الأدريس إيميل الخاص بنا، وهنا انتظر قليلا سأقوم بنسخ البريد الإلكتروني. وأضعه هنا. هكذا إذا بعدما وضعنا المعلومات، يعني أنتم عليكم بوضع، أكرر يعني لأن هذا شيء مهم جدا، لأنه من الممكن ألا تضع معلوماتك الحقيقية مثل ما أضعها الآن أنا، وتقول لي يا صديقي لم تنجح لي الطريقة وأنت كاذب وأنت كذا وتبدأ الاتهامات. يا أخي أنا أخبرك، إذا أردت الحصول على بطاقة ضع معلوماتك الحقيقية. نضغط إذا على سويفو كما ترون هنا، هذه المعلومات كما تشاهدون جاءت مملوءة مباشرة لأنها يعني أخذت البيانات من الموقع الذي سجلنا فيه قبل قليل. واصل، نضغط على سويفو، والآن جئنا إلى هذه المنطقة. هنا الاسم يعني العنوان البريد الإلكتروني، هنا الرقم يعني الرقم السري، نضع الرقم السري هنا، الرقم السري مرة أخرى. هنا سؤال الحماية، يعني في حال ما نسيت الحساب مثلا، نسيت الرقم السري في محاولتك لاسترجاعه. الآن سنضع الكود الموجود هنا 5SG4V كما تشاهدون، ثم نضغط على سويفو مرة أخرى. الآن كما ترون بريسك تيرميني، نحن الآن في آخر خطوة لنا لنهار اليوم.
إذا كما تشاهدون الآن عليكم تأكيد، يعني هذه فقط من أجل الهوية، عليكم ثلاث خيارات. الخيار الأول بوضع رقم بطاقة التعريف الخاصة بكم، أو بوضع الرقم الخاص برخصة السياقة، وإما الرقم الخاص بالباسبورت الخاص بكم. هنا سأضع يعني رقم بطاقة التعريف، لا أضع رقم حقيقي، يعني رقم عشوائي فقط من أجل أن أريكم الطريقة. هنا سنضغط على أكسبتي، أجري أكسبتي، نضغط على هذه العبارة هنا. وكما ترون الآن إذا انتهت المرحلة الأولى، وهي مرحلة التسجيل، يعني هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي يعني مراجعة طلبكم، والخطوة الثالثة هي أن تصلكم. إذا كانت هذه هي الخطوات الخاصة بطلب بطاقة الماستر كارد. إذا أعجبكم هذا الفيديو وهذه الطريقة، نتمنى منكم الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. وإذا كانت لديكم أي أسئلة أو لم تفهموا أي شيء، فنحن سنكون فخورين بالرد عليكم في التعليقات. يعني إذا لديكم أي استفسار ضعوه في تعليق، وسنقوم بالرد عليكم والشرح مباشرة وفي أسرع وقت ممكن. وإذا يعني أردت الحصول على إجابة أسرع، يمكنك أيضا التواصل معنا على حساباتنا في الإنستغرام روباز لايف أوف هاكرز، أو على صفحتنا على الفيسبوك. إذا ننتقل الآن إلى تأكيد وصول البطاقة. إذا كما ترون هذه هي بطاقة البايونير أو الماستر كارد الخاصة بي والتي وصلتني. إذا كما تشاهدون ها هذه هي، تجدها بجميع اللغات. يقول لك قم بتنشيط بطاقتك وابدأ بتلقي الأموال. إذا بطاقة بايونير كما ترون هذه هي قد وصلتني، سنقوم بفتحها. أنا موضوع يعني بكل اللغات. إذا ها هي هنا بطاقة البايونير الخاصة بي كما ترون هنا. كما عندما بأنها وصلت، أولا بمجرد الوصل كما ترون اكتبت your card now and being received payment. يقول لك أولا أدخل إلى حسابك في بايونير الذي قمت بإنشائه، يعني حساب من الموقع كما أريتكم من قبل، ثم قم بعمل سكان لهذا الكود حتى يتم تنشيط يعني بطاقتك، يعني وحتى يتأكدوا بأنها وصلت إليك وهي عندك الآن. إذا كما ترون هذه هي، ننزع البطاقة، إذا هذه هي بطاقة بايونير الخاصة بك كما ترون. هذه هي، ها هي كما ترون. إذا هذا حتى تأكد بأن الطريقة صحيحة، وكلها مجانية، يعني لم أدفع فيها أي دينار. إذا أتمنى أن تكون عجبتكم الطريقة، ولا تنسوا أيضا نشر الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، ولا تنسوا أيضا الاشتراك في القناة حتى يصلكم فيديوهاتنا القادمة، وشكرا، إلى اللقاء.